أعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن قرب انطلاق مهرجان بابل الدولي بالتعاون مع عدد من الشركات اللبنانية وتحت شعار من بابل إلى العالم، والذي سيضم عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بمشاركة كبار الفنانين العرب والعراقيين. إشارة البدء بكرنفال بابل الدولي 2023 من العراق إلى العالم بمشاركة الجمهورية اللبنانية بشركة إيلما المتخصصة بموضوع المهرجانات والاحتفالات. هذا المهرجان هو يقع ضمن سلسلة من الحقيقة الفعاليات التي نطمح إلى تحقيقها تباعا. كل هذه الفعاليات، هذا المهرجان وغيره، تصب في خانة بابل و أهمية بابل، تاريخ بابل، تسليط الضوء على هذه المدينة التي تستحق من عندنا الكثير. مهرجان بصراحة تخلل مجموعة من الفعاليات، فعاليات فنية وثقافية وترفيهية واجتماعية أيضا. نتمنى طبعا معكم متشاركين مع بعض بأنه هذا المهرجان ينجح ويأتي ما نطمح بتحقيقه إن شاء الله.